يوميا في كل صباح يجمعنا في الحب وشاح، نلقي نظرة فقه الأسرة، ثم الأمثال الشعبية كونوا معنا نوافذ الحياة، بين ظواهر وميادين وحوار للمختصين وسباقات تشجيعية كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ننثر على وجوهكم الورود مشاهدينا الأحبة، ويتجدد اللقاء معكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي من السبت إلى الأربعاء، هذا البرنامج الصباحي من برنامج نوافذ الحياة. واليوم نعيش فرحة كبيرة حقيقة، هي ولادة السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، لذا نرفع التهاني والتبريكات بهذه الولادة الميمونة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى العترة الطاهرة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما نرفع التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية وإلى المراجع العظام وإلى حضراتكم سادة المشاهدين بهذه المناسبة العطرة، ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. جعلنا الله وإياكم من الزوارين لقبرها الشريف في قم المقدسة، طبعا نأمل أن تفتح الحدود بين الجمهورية الإسلامية والعراق كي يتبادل السواح وتفعيل السياحة الدينية تحديدا بين الجانب الإيراني والعراقي، وهناك مبادرات حقيقة من قبل الجانبان الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية على عودة الحياة والسفر إلى طبيعته، وإن شاء الله قريبا سيكون هنالك انفراج بحسب الأخبار المتواترة عن الحكومات المركزية سواء في العراق أو في الجمهورية الإسلامية. ولربما اليوم يختصر السفر والزوار حقيقة المحبين الموالين المتعطشين جدا لزيارة قبر السيدة معصومة في قم المقدسة، وكذلك مرقد مولانا أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، فضلا عن الزوار الإيرانيين المحبين حقيقة التواقين لزيارة العتبات المقدسة في العراق سواء كان في النجف أو الكاظمية أو كربلاء أو سامراء أو كل المدن الإسلامية في العراق. إذا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ترفع هذه الغمة قريبا، وهنالك حقيقة مبادرات من قبل اللجان الصحية بتوعية الناس المجتمع على أخذ اللقاح من أجل أن يتحصنوا من هذا الفيروس اللعين الذي أخذ منا ما أخذه على مدى عامين كاملين، أوقف الحياة، فلا بد أن نتحرر من هذه القيود ونواجه هذا الفيروس من خلال توعيتنا، من خلال إعمام هذه الثقافة، ثقافة أخذ اللقاح وعدم التخوف من هذه اللقاحات، حتى على أقل تقدير أنه يكون لدينا دافع نفسي واسترخاء نفسي يعني مواجهة الحياة والاندراج في مجمل مفاصل الحياة بشكل مسترخي غير متشنج. إذا احنا عندنا تخوف حقيقة من هذا الفيروس ممكن أنه في أي لحظة يصيبنا، أخذ اللقاح حقيقة يكسبنا الطمأنينة والراحة النفسية ويخلينا نطمئن نوعا ما ونقبل على الحياة من جديد. إذا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق لزيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها في قم المقدسة. أحبتنا المشاهدين، نستعرض على حضراتكم أهم محتوى فقراتنا لهذا اليوم. أولى الفقرات بكل تأكيد راح تكون معنا هي فقرة فقه الأسرة وسماحة الشيخ أحسان الحكيمي. الفقرة اللي بعدها راح تكون فقرة محطات اليوم، الزميل عمار غفار وفريق العمل في فقرة محطات تجولوا بين أروقة المتخصصين في غزل ونسيج العباءة الرجالية اللي طبعا تحمل تراث وتحمل حقيقة عبق من الماضي، ويمتزج هذا العبق بأصالة الزي العراقي تحديدا، وراح نشوف الأصناف والأنواع وحتى الأسعار لهذه العبي الرجالية حقيقة البعض منها باهظة الثمن على اعتبار أنها تغزل ب
خيوط رقيقة جدا، وحتى أوزان العباءة تكون أوزان قليلة جدا، وكل ما يقل سعر العباءة وزن العباءة كل ما يزداد سعرها. هذه التفاصيل راح نطلع عليها من خلال فقرة محطات وصناعة وغزل أو خياطة وغزل العبي الرجالية. الفقرة اللي بعدها راح تكون فقرة ميادين، واليوم ضيف حلقتنا الأستاذ مساعد الدكتور راضي حمود جاسم، كلية العلوم السياحية في جامعة كربلاء، وراح نتحدث عن الواقع السياحي في كربلاء تحديدا وفي العراق بشكل عام، وما تؤول إليه دائما التداخلات في مسألة تعرقل الجانب السياحي في العراق. الفقرة اللي بعدها فقرة إسكان شاي، اليوم مثل معروف ومشاع جدا لكن يحمل قصة جميلة جدا، هو مثل بسمار جحا. رح نتعرف على هذه القصة لهذا المثل من زميلنا عمار غفار في فقرة إسكان شاي. الفقرة الأخيرة راح تكون معنا هي فقرة محور الحلقة، واللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم ونتبادل أطراف الحديث في الموضوع اللي اختاريناه واللي انتقيناه في هذه الحلقة، هو السماحة والتسامح فيما بيننا خصوصا على الصعيد الأقارب والأرحام. إذن نبدأ أولى فقرات برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم، هي فقرة فقه الأسرة وسماحة الشيخ إحسان الحكيمي، حتى يطلعنا على إجابات بعض المسائل الابتلائية للأسرة تحديدا. خلي نتابع. بخصوص تطهير الأشياء المتنجسة، احنا اول شيء شنو نسوي؟ نزيل عين النجاسة، تمام؟ عين النجاسة نوخرها. اذا وخرنا ابعدنا عين النجاسة يبقى المكان متنجس، يبقى الثوب، يبقى الجسم متنجس. هذا المكان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة شلون نطهره؟ هنا نقول المي اللي راح نستعمله للتطهير إما أن يكون ماء قليل وإما أن يكون ماء كثيرا. إذا كان ماء قليل فلازم نغسله كم مرة؟ مرتين. نغسله مرة أولى ثم مرة ثانية. أما إذا كان الماء اللي نغسل به ماء كثير، ماء كور أو ماء البحر أو ماء النهر أو ماء المطر أو الماء الجاري، فهذا يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه الغسل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة، ومنها ماء الإسالة في البيوت. ماء الإسالة في البيوت هذا من الماء الكثير لأن له مادة، فهذا بمجرد إزالة عين النجاسة نغسله تحت الماء مرة واحدة فيكون طاهرا. خلاصة الجواب، الجسم أو الثوب أو المكان المتنجس إذا كنا نغسله بماء قليل يجب أن نغسله مرتين، وإذا كان الماء كثيرا فنكتفي بغسلة واحدة. نعم، من الأمور اللي الناس يعتبروها معضلة أنه الأرضيات وخصوصا الأرضيات الثابتة شلون نطهرها؟ في الواقع التطهير سهل وبسيط جدا، حتى لو ما كان أو ما يحتاج أصلا أن نستفيد من ماء الإسالة. الكلام مثل ما جاوبنا ببعض الحلقات السابقة أو الأسئلة السابقة، أولا نزيل عين النجاسة. أزلنا عين النجاسة أكيد إذا ما راح نستعمل ماء الإسالة أو ماء البحر أو الماء الجاري راح يكون ماء قليل، يعني أجيب إناء بمي، تمام؟ هذا المي أدير على الماء المكان المتنجس، عين النجاسة ما موجودة، أدير عليه المي، أجيب اسفنجة أو قطعة قماش أنشف المي أوخرها. هذه قطعة القماش تنجست، هذا المي اللي بيها متنجس، لازم أعصره وأغسل قطعة القماش أو الاسفنجة، ومرة ثانية أدير المي مرة ثانية وأنشف، تمام؟ أو لا،
عندي قطعتين من القماش أو قطعتين من الإسفنجة، أدير المي في المرة الأولى، أنشفه في الإسفنجة الأولى، أوخره. القسم الآخر من المي أديره مرة ثانية، القطعة الثانية من القماش أو الإسفنجة أنشف بها، المكان حينئذ يصبح طاهرا ولا شيء عليه. الرطوبة المسرية، احنا الرطوبة اذا صارت مسرية ما نخاف منها. الرطوبة المسرية تؤثر متى؟ الجسم او الفراش او الثوب اذا كان متنجسا وكان في رطوبة مسرية، هذه الرطوبة المسرية تؤثر لانها تنقل النجاسة. اما بعد ما درنا المي في الغسلة الاولى ونشفناها، تمام، وجبنا المي مرة ثانية ودرناه ونشفناها، خلاص الشارع المقدس حكم على هذا الجسم بكونه متطهرا، فبالتطهير الثاني بالغسلة الثانية مع التنشيف يكون الجسم طاهرا، وهذه الرطوبة الموجودة لا تكون حينئذ من الرطوبة الناقلة للنجاسة. طبعا الجميل بسماحة الشيخ إحسان الحكيمي هو بساطة بالحديث وطرح بهذا الأسلوب المشوق والمفهوم لدى عامة الناس، ويعني يركز على أدق التفاصيل. شكرا لك سماحة الشيخ إحسان الحكيمي على هذه التوضيحات، خصوصا هذه المسائل هي مسائل مهمة جدا، لربما تقف في بعض الأحيان ربة البيت حائر أمامها، يعني مثل ما ذكر أنه إذا أكو نجاسة على سجادة أو على الأرض كيف تزيلها، كيف ممكن أنه تقوم بعملية إزالتها وتنظيفها في نفس الوقت، مثل ما ذكر سمعت الشيخ عند استخدام الإسفنجة مثلا أو بعض الأدوات اللي نستخدمها في إزالة عين النجاسة أو الأماكن المتسخة تحديدا من السجادات وغيرها. فحقيقة يعني مواضيع مهمة جدا، يجب أن نمتلك ثقافة كافية فيها حتى نعيش في أجواء طاهرة. فضلا عن ذلك يكون لدينا ارتياح للضمير، ارتياح داخلي، على اعتبار أن نكون ملتزمين بكل تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وموضوع يعني الأمور الفقهية وموضوع الطهارات والنجاسات وغيرها حقيقة هي مسائل عبادية من خلالها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا إذا أتقناها وتعلمناها يكون لدينا ارتياح نفسي، ومن خلالها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أؤكد على أنه هذه الفقرة مهمة لعدة أسباب، من أهم هذه الأسباب أنه الكثير من الأشخاص ربما يتمنون أنه يلتحقون بالمدارس الحوزوية حتى يتعلمون المسائل الشرعية، لكن مثل ما تشوفون حضراتكم بهذه الطريقة المبسطة المشوقة يعني ممكن أنه ننقل هذه المدارس الحوزوية إلى بيوتكم من خلال هذه الشاشة الفضية وهذه القناة المباركة، قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يعني هذه المسائل الابتلائية مهمة، وبالإمكان أنه يعني أنا وصلني بعض المتابعين حتى حقيقة يدونون ما نذكره في هذه الفقرة، يدونوها بالورقة والقلم، ويعني حتى يستفادون من عندها ويراجعوها. أخاف تنسي مثلا، البعض منهم يسجلها، يعني هذه الفقرة تحديدا فقه الأسرة يسجلها حتى يرجع لها عندما يواجه مشكلة معينة. إذن فقرة مهمة، فقرة فقه الأسرة، ومشوقة أيضا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أنه تكون يعني تكونون راضين عنا في هذه الفقرة حتى نوضح مجمل المسائل الابتلائية اللي تواجهها الأسرة وأفراد الأسرة بشكل عام. مشاهدينا متابعينا، نكتفي بهذا القدر في هذه الفقرة، ننتقل وياكم إلى فقرة محطات ونتعرف على عالم خياطة وغزل العباءة الرجالية مع الزميل عمار غفار. رداء الصلاة
بهذا الاسم عرفت العباءة الرجالية منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي اشتهرت بعض المحافظات العراقية بصناعتها من حيث حياكتها وغزل خيوطها المستخلصة من الوبر والصوف، وتعتبر رمزاً للتمسك بالعادات والتقاليد العربية، عوضاً عن كونها الزي الرسمي للعشائر والقبائل في مجالسهم ومناسباتهم. صورة عامة يعني عندك العباية هي تتكون من عباء صيفية وعباء شتائية. العباء الصيفية اللي هي تتكون من عباء المغزل النجفية الباب الأول اللي هي العباء يعني معروفة، وعندك الصوف الثاني اللي هو الصوف المجري، هذا بالنسبة للغزول العراقية الصناعة العراقية اللي هي أجود شيء، ماك شيء يقدر يجي يتغلب عليها، ومعروفة يعني مستوى بالعراق وبدول الخليج. هذا بخصوص العباية المغزل يصيحوا لها، هاي حياتها يدوية صوف صوف 100%، كل خيط نايلون ما بيها، كل خيط قطن ما بيها. وبالنسبة عندك عباية ثانية اللي هي المكينة، تتكون من نوع سوري، خيوط سورية، أكو حياكتها بسوريا وأكو خيوط يستوردوها يحوشوها بالنجف. هاي بالنسبة للعبايات الصيفية، وكذلك هم العبايات الشتائية هم كذلك عندك الوبر النجفي صيحوا للدرجة الأولى، همات هذاك من نسيج الوبر البعير، وأكو معامل هنا تشتغلها. عرفت العباءة الرجالية بأسماء عدة أبرزها البغدادية والنجفية، ويرتبط سعرها بشكل أساسي بالخيوط التي تطرز بها حاشيتها على شكل نقشات مختلفة من خلال عدة خيوط كخيوط الذهب والحرير والبريسم، وتكون حياكة بعضها يدويا. أول مرحلة مرحلة القياسات اللي تأخذها للشخص المقابل اللي يجيك يشتري العباء، والشيء الثاني الشيرازة العباء، والشيء الثالث تحرير العباء، وكل منطقة إلها زيها، كل منطقة إلها لبس. الفرات الأوسط يختلف خياطة عن الغربية، الجنوب يختلف لبسه عن الفرات الأوسط، كل منطقة وإلها لبسها وإلها ذبتها باللبس وإلها امتيازات، والعباء مختلفة يعني أنواع، والأغلبية نجفي، يعني أغلبية العبلين موجودة عندنا معامل ما شاء الله بحي عدن تنتج لنا زين العبي، تجيب خيط مستورد زين وتشتغله. بس بالنسبة للعباء الغزل لا، العباء الغزل تختلف كلها، شغلها هنا انتاج عراقي كامل صرف بدون استيراد يعني. وتعاني المهنة اليوم من قلة المتعلمين لها، فبزوال الحرفيين الحاليين تكون صناعة العباءات الرجالية قد استسلمت للمنافس المستورد من الخارج. بالنسبة للزي العربي المفضل انه الانسان من يرتدي الزي العربي العقال والشماغ، واما الغترة بالمناطق الغربية وبعض المناطق من اخواننا لازم ان يتكامل بارتداء العباء، هذا الزي العربي الكامل. فظلت كل منطقة لها خصوصيتها باختيار العباية، مثل الحياوي النجفي الكربلائي إلى فد نوعية خاصية، الديوانية شكيل، الفرات الأوسط على العموم هو يكون متقارب بالزي بالنسبة للعباية والزي العربي الكامل. ويعد العراق من البلدان الرائدة والمشهورة في مجال صناعة وارتداء العباءة الرجالية، وتعتبر كربلاء المقدسة من المحافظات الأكثر شهرة في مجال حياكة العباءة الرجالية. شكرا لك عمار غفار، حقيقة أني كلش أحب العبة الرجالية، وإن كنت ما أرتديها لكن كلش أحبها. كان الوالد رحمة الله على روحه من يعني يقتني هذه العبي الرجالية، وأعطاني خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. يعني بالنسبة للأوزان يمكن ما تناولها تقرير عمار غفار، أكو وزن يسموه 6 دراهم،
يعني وزنها بقيمة 6 دراهم، هذا الدرهم العراقي قديما يعني كانوا يضعوه بالميزان بكفة ويضعون العباءة عالية الجودة بكفة أخرى فيوازنوها، وزنها 6 دراهم فقط، يعني يمكن ما تتجاوز 150 غرام أو 100 غرام في بعض الأحيان. فالبعض منها لا، أوزانها تصل إلى تقريبا كيلو في بعض الأحيان. خب العبل الشتوية مثل ما تناولها التقرير لربما تكون أثقل من هذا الوزن، لكن مثل ما ذكرت في بداية تعليقي قبل هذه عرض هذا التقرير أنه تمتاز العباءة ب يعني غزل خيوطها، كل ما قل وزنها كل ما ازداد سعرها. إذا تحية لكل قبائلنا، لكل عاداتنا، لكل تقاليدنا خصوصا على الصعيد العشائري. ويبقى الزي العراقي حقيقة إلى نكهة خاصة وإلى حضور خاص، ودائما مرتدي الزي العراقي تحديدا يتمتع بكاريزما مميزة عن بقية الأزياء الفلكلورية أو التراثية في بقية البلدان. إذا مشاهدينا متابعينا خلينا ننتقل إلى فقرتنا الأخرى ونتحدث عن الواقع السياحي، ونتحاور مع ضيف الحلقة جناب الأستاذ مساعد الدكتور راضي حمود جاسم كلية العلوم السياحية جامعة كربلاء في فقرة ميادين. خليكم ويانا. أرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا متابعينا وبرنامج نوافذ الحياة وفقرة ميادين. ومثل ما تشوفون على الشاشة، منورة الشاشة اليوم بصورة جناب الأستاذ مساعد الدكتور راضي حمود جاسم كلية العلوم السياحية جامعة كربلاء. حياكم الله جناب الدكتور وصبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير. الله يبارك بكم، منور الشاشة بصورتكم دكتور راضي. الله يخليكم ويحفظكم جميعا إن شاء الله. يحفظكم. دكتور راضي اسمح لي شوية أدخل حامي بالأسئلة أو بالتحاور وياك. يعني اعتاديت أنه أنت تقدم الأسئلة وتمتحن طلابك في كلية العلوم السياحية، اليوم احنا نريد نقدم لك هذه الأسئلة بصيغة ملء الفراغات. املأ الفراغات دكتور راضي. تقييم الواقع العراقي، الواقع السياحي العراقي فراغ، كيف تقيمه؟ ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية وتقدير إلى قناة كربلاء وقناة الإمام الحسين عليه السلام. قناة الإمام الحسين عليه السلام. وتحية وتقدير لجميع العاملين في هذا البرنامج الرائع وإلى كافة مشاهدينكم الكرام. الله يبارك بيك. حقيقة الواقع السياحي الآن في العراق لا يختلف عن باقي البلدان الأخرى. الوضع بشكل عام وتحديدا بعد جائحة كورونا جعلت موضوع الكساد السياحي عام يشمل جميع الدول والمحافظات. نعم. فبالتالي لا نستطيع الآن أن نحدد بشكل ثابت ومركز، كون الجائحة جائحة إن شاء الله تعتبر مؤقتة إن شاء الله تعالى. فبالتالي إن شاء الله إذا ما تحسن الوضع بشكل أفضل وتحسنت نوعية خدماتنا بشكل آخر، بحيث تكون قادر على استقطاب السواح، أكيد الوضع سوف يتحسن إن شاء الله. لكن نحن في بعض الأحيان عندما نتصفح المواقع الأثرية على سبيل المثال، المواقع السياحية، هسه بعيدا عن السياحة الدينية، السياحة الدينية ربما لها خصوصيتها ولها مكانتها رغم كل الظروف، لكن واقع السياحة المدنية أو الترفيهية لدينا في العراق تراث، فلكلور، أنهر، ما شاء الله، يعني الكثير من المواقع الأثرية، لكن الغالبية منها تعاني الإهمال، السبب بذلك بحسب رأيكم دكتور؟ ابتداء في ما يتعلق بالقطاع السياحي، يعني هذه تسمى أنماط سياحية أو أنواع سياحية. جميل. يعني جنابك تحدثت عن السياحة الدينية اللي هي تعتبر نوع من هذه الأنواع. لذلك عندنا السياحة الرياضية والفنية والتراثية والمائية. عدة أنماط. عدة أنماط موجودة في العراق تحديدا. نعم. عدم استثمارها من هو السؤال، أو عدم الاستفادة من هذه الأنماط يرجع إلى عاملين أساسيين. جميل. الأول
هو الجهة المسؤولة عن هذا القطاع واللي هي تمثل الدولة. نعم. القطاع السياحي في العراق الآن حقيقة بعد أن أصبح هيئة، وأنا من مشجعين أن تكون وزارة. على اعتبار هذا القطاع إذا تم تفعيله بشكل حقيقي من الممكن أن يكون البديل القادم على النقل. جميل. على اعتبار كثير من الأشياء الآن أو كثير من الصناعات المتواجدة في العراق، لكل صناعة هنالك خط حياة قد يصل إلى نوع معين وينتهي. القطاع السياحي لا يمكن أن يصل إلى خط معين، سوف يكون مستمر على 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 مدى الأيام القادمة والسنوات القادمة، بدليل نحن حتى في التدريس ندرس السياحة في العصر القديم وفي العصر الوسطى وفي العصور الحديثة. جميل. لذلك أنا من الطامحين والمشجعين أن تكون هنالك وزارة، فبالتالي إذا أصبحت وزارة سوف تكون وزارة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الموضوع، قادرة على تنشيط هذا القطاع. كون العراق يمتلك مقومات سياحية قل ما تمتلكها دول كثيرة مجاورة للعراق. أحسن. أهم من هذه الموارد السياحية هي الموارد البشرية. إذا تم الاهتمام بهذه الموارد البشرية، وأقصد بها من خلال الدراسات الأكاديمية أو معاهد السياحة، أي بمعنى استطعنا أن نوفر كادر قادر على تنشيط القطاع السياحي بالشكل الذي يليق. العراق يمتلك ثروات كثيرة. جميل. ويمتلك خيارات كثيرة، ولكن حقيقة بحاجة إلى إدارة متميزة والاعتماد على الكفاءات المتخصصة في هذا الجانب. جميل. دكتور راضي، حقيقة هنالك لربما لدينا عشرات بل مئات الأراضي أو الأماكن الأثرية غير المنقبة. نعم. فيما يخص تنقيب الآثار تحديدا، يعني هنالك مشكلات تجاذبات بين وزارة النفط، وزارة النقل، وزارة يعني الهيئات السياحية، الهيئات التراثية، هنالك تجاذبات كثيرة، يعني ألا يجدر بالقائمين على تلك الوزارات وضع خارطة طريق، خطة عمل من أجل استثمار كل ما هذه الكنوز تحت الأرض، خصوصا العراق أنه يعني تمتد حضارته إلى قرابة 6000 عام ويمتلك تراث وحضارات عريقة جدا، لربما يعني يكون على قمة الهرم في بين مختلف دول العالم. ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع تحديدا؟ إذا أنا سوف أتحدث عن هذا الموضوع كوني أكاديمي. العراق المتعارف عليه أولا هو بلد الحضارات. خلال هذه السنوات الكثيرة لحد الآن لم يتم اكتشاف أكثر من 8 إلى 10% من قيمة ما موجود من حضارات ومن تحف ومن آثار موجودة في باطن هذه الأرض. أي بمعنى لا يزال موجود بنسبة 90% غير مكتشف، غير منقب. حسب. نعم. غير منقب. نعم. حسب معلوماتي المواقع اللي يتم تنقيب لها أعتقد تصل إلى 10,000 موقع لحد الآن. ما شاء الله. أي بمعنى لازلنا نقمع فوق كنز تاريخي عظيم إذا ما تم استثماره بشكل سليم، يعني أكيد سوف يحسن من الوضع السياحي بشكل لا يخطر على البال. جميل. أما موضوع التجاذبات، جنابكم تعرفون العراق يقبع على تراث هائل متوزع في كافة أنحاء الأرض، وبما أنه العراق فيه بنايات ووزارات ومنشآت صناعية وزراعية، أكيد هنالك تحدث مشاكل ما بين هيئة الآثار وبين بعض الوزارات في حالة ما تم إنشاء مشروع معين على مكان غير منقب فيه. لذلك حتى حسب معلوماتي إذا كان هنالك مستثمر يبحث عن فرصة، يجب أن تكون إحدى الموافقات هي موافقة هيئة الآثار على اعتبار هذا المكان خالي غير منقب. من الآثار. نعم. غير منقب، خالي من الآثار. أما إذا تحدثنا عن 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 القادم وإمكانية التنقيب وإمكانية الاكتشاف، عملية الاستثمار عملية هائلة جدا لا تخطر على بال أحد، تحديدا العراق كونه بلد الحضارات فعلا، تمتد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. جميل. نعم دكتور راضي، عذرا. نعم. للمقاطعة، يعني لما لم نستفد من تجارب الآخرين على أقل تقدير؟ يعني اليوم ما مروج إلى والحدث العظيم التاريخي المرتقب، يعني توجه الأنظار اليوم إلى مصر من خلال افتتاحها أعتقد في الأيام القادمة إلى متحف المومياءات.
يعني نشوف انه التسطيط الاعلامي، التركيز الاعلامي لربما اكبر من المنجز نفسه، وهذا حقيقة يعني اليوم كل العالم توجهت انظاره الى هذا المتحف باعتبار انه يعني حدث مرتقب وحدث عالمي لا يقتصر على مصر فقط. لدينا اماكن سياحية تكاد تكون منسية، لكن من خلال الترويج لها، من خلال الاهتمام بها، أصبحت وجهات سياحية عالمية. لما لم نستفد على أقل تقدير من هذه التجارب المتبعة في بقية الدول حتى المجاورة على أقل تقدير؟ نحن نقول في القطاع السياحي أن السياحة صناعة مركبة. نقصد بالصناعة المركبة هي اعتمادها على باقي الصناعات الأخرى، أي بمعنى أنه السياحة بدون النقل قد لا تتحقق. أحسن. السياحة بدون الإعلام قد لا تتحقق. لذلك سوف أتحدث عن فكرة الإعلام والترويج. ابتداء نحن نتحدث عن جهة مسؤولة عن هذا القطاع، العراق تحديدا والظرف الحالي من 2003 ولحد الآن وضعه قد يكون اختلف، لذلك لا نستطيع الحديث بشكل يعني حقيقي أو بالأحرى لا نستطيع أن نظلم الآخرين. الوضع خاص، لو كان الوضع غير هذا نعم لكان بالإمكان استثمار كل هذه الأماكن، مع العلم العراق يمتلك مواقع أفضل بكثير من الدول الأخرى. أحسنت. والدليل أنه زيارة قداسة البابا إلى هذا الموقع في مدينة الناصرية. بالإمكان هذا الموضوع إذا تم التعاون ما بين الجهات الإعلامية والجهات السياحية ووضع بروشور لهذا المكان أو وضع بروشور لكل المواقع السياحية في العراق وتم الترويج إليه بشكل حقيقي داخل وخارج العراق، سوف نضمن عملية استقطاب إلى سواح لا تخطر على البال. جميل. لذلك نحن بحاجة إلى هذه الجزئية، عملية التعاون. عملية التعاون ما بين هيئة السياحة، ما بين الوزارات الأخرى ذات الاختصاص المقارب عندنا. أحسنت. إذا اجتمعت هذه جميعا في بودقة واحدة أنا متأكد أنه أكيد سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل. دكتور راضي، باعتبارك خبير ومتتبع وأكاديمي في مجال السياحة، يعني سؤال أخير حول الأهوار أو بعض المواقع الأثرية التي درجت أو اندرجت ضمن لائحة التراث العالمي تحديدا منذ أكثر من عامين، وهنالك عفوا كان ترقب من قبل كل أبناء الشعب العراقي ودعوات بأن تندرج الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي، ودرجت الأهوار، هذه المناطق أو المسطحات المائية اللي يمتد تاريخها إلى أكثر من 4000 إلى 6000 عام، يعني حضارات أوروك و يعني سومر وأكد بدأت من هناك، حتى ذكرت في يعني هذه الملحمات والقصص عن جلجامش وما إلى ذلك، وذكرت نصا الأهوار يعني هذه المسطحات المائية، لكن لم يرى المواطن العراقي أي شيء على أرض الواقع فيما يخص الاهتمام بهذه المسطحات المائية العظيمة. معلوماتي الشخصية عن هذا الموضوع أنه هيئة السياحة الآن يعني باشرت في عملية وضع دراسات متكاملة فيما يتعلق في موضوع الأهوار وموضوع أيضا أور، لكنه الوضع الحالي الاقتصادي حقيقة تعرف القطاع السياحي قطاع خدمي بحاجة إلى إمكانيات عالية حتى تكون قادر على إنشاء منتجعات أو مجمعات أو منشآت سياحية ضمن نظام الجودة العالمي. أحسن. أي بمعنى عندما يجينا سائح من أي بلد معين يفترض أن لا تختلف الخدمة ما بين العراق يعني حسب التصنيف العام للقطاع السياحي الأولى والثانية والثالثة عن الدول الأخرى. الوضع الاقتصادي والوضع المالي الآن العراقي قد أربك العملية السياحية برمتها، بل قد يكون أربك جميع من الصناعات الأخرى. لذلك حسب معلوماتي الشخصية أكو دراسة وضعت لهذا الموضوع، يعني إذا ما تحسن الوضع المالي قد يكون عملية الاستثمار قائمة ومنطقية وهي ذات فائدة مالية عظيمة جدا للعراق. إذن كلمة أخيرة بكلمة واحدة دكتور راضي، هل أنت متفائل أم متشائم للواقع السياحي في العراق؟ أبدا أنا متفائل بكل صراحة، لأن أنا متفائل جدا. جميل. لأنه أرى طلبتي في الكليات سوف يكونون القيادات المستقبلية لهذا القطاع.
بكل تأكيد، وأنتم دائما تسعون على تفعيل المورد البشري وصناعة القادة خصوصا في هذه المجالات، مجالات العلوم السياحية، كي تنشط وننهض بواقعنا السياحي بمختلف أنماطه. جناب الأستاذ المساعد دكتور راضي حمود جاسم، كلية العلوم السياحية جامعة كربلاء، كنت سعيد جدا بالتحاور مع حضرتك في هذا الموضوع المهم والحيوي، موضوع السياحة. شكرا جزيلا، واني سعيد ايضا بهذا الموضوع، واتمنى لكم التقدم والازدهار ان شاء الله. حياكم الله، نورتونا جناب الدكتور، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا متابعينا، مثل ما استمعتوا الى هذا الحوار وبين يعني جناب الدكتور راضي حمود جاسم الله يحفظه، وتفاؤله ب يعني حقيقه تفعيل الجانب السياحي إن شاء الله في العراق بكل أنماطه. وهذه أمنيتنا وأمنية كل عراقي، أنه يتساوى العراق أو يفوق العراق حقيقة كل الدول، كل دول العالم في تفعيل هذا الملف، وهذا الجانب هو الجانب السياحي المهم واللي يدعم بشكل مباشر الاقتصاد في البلد. إذن ما نطول عليكم، خلينا ننتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا إلى فقرة السكان شاي، وخلينا نستمتع عفواً يعني طبعا ذكرت الشاي وش حطت، نستمتع بشرب الشاي. دائما عمار غفار يقول ماكو شاي، مع عمار غفار في فقرة استكان شاي، ونتعرف على قصة مثلنا لهذا اليوم بسمار جحا، وإن عودة وياكم. كل الترحيب والتقدير لكم مشاهدينا الكرام بفقرتنا، فقرة استكان شاي. مثلنا اليوم شعبي معروف تحت عنوان مسمار جحا. هذا المثل ينطبق على الأشخاص اللي يتخذون أعذار ويتخذون حجج مبهمة حتى يحصلون على هدفهم، لكن ما يحصلوا بالحق، يحصلوا بالباطل، وهواي عندنا ناس من هذا القبيل. المهم قصتنا شنو؟ قصة مثلنا شنو اليوم؟ جحا عنده بيت، ويوم من الأيام جحا راد يعرض هذا البيت للبيع، لكن ما يريد يترك هذا البيت نهائيا. هاي شلون سالفة اليومية جحا؟ المهم جحا عرض البيت للبيع وإجا مشتري، واتفقوا على سعر البيت، لكن جحا وضع شرط على المشتري أنه جحا يترك مسمار بأحد حيطان البيت. الشراي شاف الشرط سهل ووافق على شرط جحا الخبيث، وترك مسمار الجحا بأحد حيطان البيت. ومرت أيام وأسابيع وندقت الباب على المشتري، فتح الباب لقى جحا واقف على الباب وسأله: ها جحا شو تريد؟ تفضل. قال له: لا، أنا اجيت حتى أطمئن على مسماري. طب جحا للبيت حتى يطمئن على مسماره، ولا ساعة ولا ساعتين ظل جحا باقي بالبيت، لحد ما اجى المشتري اللي هو صاحب البيت وسأله. قال: جحا انت تأخرت، خير؟ خو ماكو شي، انا عندي شغل، العيال متضايقين من وجودك بالبيت. رد عليه جحا وقال له: لا، انا اجيت انام تحت ظل مسماري. يعني جحا يريد ينام تحت الفي مسماره. وتكررت هاي الحالة بين جحا والشراي إلى أن المشتري عاف البيت بما فيه وأخذ عياله وهرب شرد ورجع البيت الجحا، لكن ما رجع بالحق، رجع له بالباطل. هو هذا كان هدف جحا والهدف من وجود المسمار بداخل البيت. قصتنا انتهت مشاهدينا الكرام، لكن اليوم ايش كم شخص حاول يوصل لهدفه لكن مو بالحق، بالباطل. الى اللقاء، انتظرونا بمثل جديد وقصة جديدة. مع السلامة.
طبعا قصة مثل لا تخلو من الحكمة والفائدة. شكرا لك عمار غفار على هذه القصة وهذا المثل بسمار جوحة، اللي احنا طبعا فيما نتداوله فيما بيننا، وحقيقة بعثت من خلال هذا المثل وقصة المثل رسالة إلى البعض حقيقة من اللي يتبعون يعني طرق ملتوية وغير مستقيمة في الحصول على الأشياء اللي يبتغوها واللي يردون يصطولها، وما يكثرثون إلى موضوع الشبهة، موضوع المحرمات، موضوع المهم يريد يبلغ مقصده ويحصل على الحاجة اللي يريدها بأي طريق، يعني مع أنه هي حاجة دنيوية والدنيا بأجمعها هي زائلة وزائفة. البعض منهم لربما ما يكترث فيضع هذه الأساليب يعني في خططه ويسير نحوها، مثل ما قال مثلنا لهذا اليوم بسمار جحا، وهذا حقيقة إن دل على شيء فإنه يدل على عتمة الروح في داخل الإنسان، ويجب أن يكون الإنسان يعني حقيقة منير قلبه بنور الإيمان وبنور الزهد، على اعتبار أن هذه الدنيا مثل ما أسلفنا قبل قليل هي زائلة وإلى زوال. إذن مشاهدينا متابعينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، فقرة سكان شاي. خلينا ننتقل سوية إلى فقرة محور الحلقة، واللي من خلالها راح نستقبل اتصالاتكم ونتبادل الحديث معاكم، كما نتبادل التهاني أيضا بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة، وأيضا نستقبل المشاركات بهذه الذكرى العطرة من حضراتكم، وأيضا نتبادل أطراف الحديث فيما يخص موضوع حلقتنا لليوم. راح نتحدث عن السماحة والتسامح بين الآخرين. فقرة محور الحلقة، وإن نعود وياكم. ومثل ما رجعنا وياكم إن شاء الله وفقرة محور الحلقة، واليوم الموضوع مهم جدا علينا أنه نذكر نفسنا دائما به ونخليه عالق في أذهاننا، هو السماحة والتسامح فيما بيننا. وهذه أرقام الهواتف أسفل الشاشة نستعرضها على حضراتكم، ومشتاقين حقيقة لسماع أصواتكم، حتى نستقبل أيضا تهانيكم وتبريكاتكم بمناسبة ولادة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، فضلا عن استقبال مشاركاتكم في هذه المناسبة العطرة. السماحة التسامح هي صفة حميدة من صفات المؤمن تحديدا، الإنسان الذي يحاول السير على نهج محمد وآل محمد. نشوف البعض حقيقة، وهذا كثير ما يحصل بين الأرحام، بين الأقارب، بين الزوج وزوجته، أنه يكون هنالك مكان واسع في القلب للضغائن، للأحقاد، للنفور، من غير مصارحة، من غير نية بتقويم سلوك المقابل أو تذكيره بالخطأ اللي ارتكبه. يعني أحقاد على أحقاد، ضغائن على ضغائن تتراكم، وبالتالي تحدث قطيعة وتحدث بعاد وفراق بين المؤمنين. وأنا حقيقة اللي يحمل هكذا صفات، يعني صفة عدم التسامح وصفة الحقد وصفة الضغينة وغيرها، ما أسميه مؤمن ولا يندرج ضمن هذه القائمة، لأنه مضمون الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه المؤمن أو المسلم إذا قاطع أخيه المسلم أكثر من 3 أيام أو أصبحت ضغينة أو قطيعة تتجاوز 3 أيام فهو ليس بمسلم، ما دخل للملة. هكذا هي مضمون الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واليوم نشوف الأخ إذا صارت مشكلة ويا أخوه ممكن يقاطع سنة كاملة، عندهم القابلية، البعض منهم سنتين، البعض منهم لربما يمتد إلى 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 جيل كامل، يعني أولاده ما يعرفون عمهم بسبب خلاف حدث قبل 10 سنوات. زوجة الأخ ما تتحدث ويا زوجة نسيبها أو حماها، وتحدث قطيعة بين أبنائها وبين أبناء العم أو الخال، أخت ما تحكي ويا أخوها. وصل الحال الكارثة أنه بنت ما تحكي ويا أمها، بنت ما تحكي ويا أمها، أب ما يحكي ويا أبوه ويقاطع أبوه. يعني هذه حقيقة أنا أشوف أنه الأب والأم تحديدا خط أحمر ما ممكن أحد يقدر يتخطى.
الأب والأم فقط، يعني هذا القرآن وما مضمون ما ورد في القرآن الكريم فقط إذا يعني أمراك أو أمروا الإبن بأنه يتنصل عن الوحدانية أو التوحيد ويلتجئ إلى عبادة الأصنام والأوثان والشرك، فبهذه الحالة أنه أنت تعصي. ومع هذا يوصي القرآن بأنه رغم هذا أنت لا تنهرهم، يعني انصحهم قل لهم قول لين رغم هذا. طيب هسه هم الآباء والأمهات في بعض الأحيان في عصرنا هذا ما يعني يأمرون أبنائهم بالشرك، أمور بسيطة تحدث مشاجرات، فالطلبات في بعض الأحيان يعني لربما يشعر الابن تثقل كاهله أو البنت تثقل كاهلها، وإذا نشوف القطيعة تحدث بين البنت وأمها، بين الأب الابن وأبوه، يعني الله سبحانه وتعالى ربط طاعة الوالدين بطاعته جل شأنه، رضا الله من رضا الوالدين. ويعني بالمقابل أنه نشوف إذا رفعت الأم يدها إلى السماء ودعت على ابنها في حالة غضب، دعت على بنتها، الله سبحانه وتعالى لا يستثني هذه الدعوة أبدا. احنا على قولة أهلنا بالمكان تجيهم، بس يتعظون ما يتعظون، حتى في بعض الأحيان ما تبين في لحظتها، وإنما يكون الإنسان العاق لوالديه نهايته إلى سوء عاقبة، أعاذنا الله وإياكم من سوء العاقبة. سوء العاقبة شنو هي؟ عاقبة الحياة الدنيا في عالم الدنيا تكون نهايته سوء، يعيش يعني آخر أيامه في ذل، في هوان، في حرمان، في حرمان من أعز الأشياء إلى قلبه، وأول مرارة يذوقها في عالم الدنيا هي من أبنائه. كما تدين تدان، كما تدين تدان، مثل ما أنت تعاملت وجفيت أمك وأبوك، أبنائك راح يضجرون منك، راح يرموك، راح ما يحترموك، لأنه أنت يعني من الجانب الجسدي أصبحت لا شيء. فلربما الخوف أنت في بداية شبابك وزهو عمرك كان مخليهم صابرين، أما لما تضعف وتخمل فما راح يحترموك، راح يظهر معدنهم وأحقادهم عليك، وتكون في سوء العاقبة، عاقبة الدنيا. إذن لو كان الإنسان متسامح يحمل هذه السمة العظيمة، سمة السماحة، يكون الله سبحانه وتعالى لديه ظهير، يكون له ظهير رب العزة، وحقيقة ينصل نفسه من الأحقاد، يعمل كل شيء لله سبحانه وتعالى، يتألم في حال إذا أحد الأشخاص خطأ بحقه من باب أنه يغفر له، يدعو له بالغفران. ولذلك احنا في بعض الأحيان المؤمنين تحديدا، في بعض الأحيان المؤمنين أنه عندما يصل كلام من أحد الأشخاص كلام سوء، فشي جاوب الإنسان المؤمن؟ يقول له نسأل الله المغفرة، الله يهديه، يكتفي بهذا القدر، يعني يسأل الله لهذا الشخص الهداية وعدم الرجوع إلى ارتكاب هذا الذنب. وهذا حقيقة رقي أخلاقي، هذه تعاملات بأخلاق إلهية مو بأخلاق تجارية ووضعية. ما أبتغي من خلال هذا النوع الأخلاق التجارية التي تعتمد على التبادل التجاري، أعتمد على يعني تبادل الشيء بالشيء. إذن كثير ما نلاحظ حقيقة الجفاء بين الإخوان، بين الأسر. الأسر اليوم أسرة تعيش مع بعضها، تعيش مع بعضها، أم وأب وغيرهم، ويعني حقيقة ما يتكلمون مع بعض، وهذا ندل على شيء، فإنه يدل على التفكك الأسري. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تزداد لحمتنا ووئامنا ومحبتنا، ونعيش بحب وود ووئام في ظل وفي كنف وجود الله سبحانه وتعالى وبركاته ونفحات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلنا وياكم مشاهدين إلى نهاية المطاف،
وألتقي بكم باكر إن شاء الله في نفس الزمان والمكان وفقرات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقي نظرة فقه الأسرة ثم الأمثال الشعبي كونوا معنا نوافذ الحياة بين ظواهر وميادين وحوار للمختصين وسباقات تشجيعية كونوا معنا.